أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن والخيل والبغال والحمير
ومنه شجر فيه تسيمون لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا
وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون. صدق الله العظيم.